تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك. كانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة والتي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة التشاور، إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة.